فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. أو العيد المكاني، وهو المكان الذي يجتمع فيه الناس في وقت معين لنوع من التنسك أو العبادة أو طلب البركة، فهذا يسمى بالعيد المكاني، وهو ينقسم إلى قسمين: عيد شرعي مكاني شرعي، وعيد بدعي. العيد البدعي وهو الاجتماع في مكان لم يشرع الله الاجتماع فيه لأجل التقرب إليه في هذا المكان، فهو بدعة. ولذلك لما جاءه رجل يسأله أنه نذر أن ينحر إبلا ببوانة، اسم موضع، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يفعل في هذا النذر، قال صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال: لا. قال: هل كان فيه عيد من أعيادهم؟ يعني هل كان من عادتهم يجتمعون في هذا المكان تعبدا لله؟ قال: لا. قال: فأوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه ابن آدم. ومن ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، يعني مكانا للاجتماع والتردد عليه، على قبره صلى الله عليه وسلم، لأن هذا وسيلة من وسائل الشرك. ولهذا ما كان الصحابة يترددون على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما دخلوا المسجد ذهبوا إلى القبر، ما كانوا يفعلون هذا، وإنما كانوا إذا قدم أحدهم من سفر يأتي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه ثم ينصرف، خشية من نهي الرسول صلى الله عليه وسلم من قوله: لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني تحرمونها من صلاة النافلة ومن ذكر الله عز وجل. فهذا هو الشاهد من الأعياد المكانية المبتدعة. أما الأعياد المكانية المشروعة فمثل الاجتماع حول البيت العتيق للصلاة وللاعتكاف ولتلاوة القرآن وللطواف به، فهذا عيد مكاني مشروع. وكذلك الاجتماع في منى وفي أيام التشريق وفي عرفة، يوم عرفة، وفي مزدلفة ليلة العاشر، هذه أعياد مكانية يجتمع المسلمون فيها لعبادة الله عز وجل.